طيب معانا المستشار مرتضى منصور على التليفون. سياده المستشار ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ازي حضرتك سياده المستشار؟ ازيك يا حبيبي. هل فعلا حضرتك لديك اخبار اكيده ان بكره او بعده هيطلع قرار بحل المجلس وتنفيذ الحكم، وكمان نشوف بقى سنه ولا ثلاث شهور؟ خالد بس اذن الاول. اتفضل. يعني انا بس اقول تحفظ على حديثك، مش النهارده، اخر حلقه تقريبا كانت يوم اول امبارح. تمام. لما قلت ليه الاستاذ مرتضى راح الماتش، انا قلت كله، انا قلت كله، قلت الاثنين يعني. استاذ خالد انت طبعا عارف ان كل مبارياتكم الخارجيه وانت كنت بتلعب في المحله في اسكندريه كنت بقعد وراكم طبعا عارف، بتشوفني طبعا في كوره، وكنت بنزل بعد الماتش اسلم عليكم في كل مباريات الزمالك خارج القاهره. طب مش معنى خارج القاهره؟ انا مش عارف اسال نفسك، مش كنت باجي لكم وانت مش طب طب وداخل القاهره ما باجيش ليه؟ خارج القاهره ابعد. خارج القاهره داخل القاهره اقول لك ليه ما باجيش بس بعد ما اخلص. تمام. خالد انا لما رحت، انا طبعا انا مش زعلان ان الاستاذ ممدوح بس راح برضه، يعني بالعكس. ان هو يروح وكل مستشار جلال يروح، ان احنا كنا عايزين نقول كلنا ورا الفريق. تمام. خلاص يعني انا للاسف هم قالوا هو ليه مرتضى راح؟ بالرغم ان كل الصحفيين والقنوات لما سالتني قلت لهم يعني انا ما عنديش مشكله الراجل يروح، ده رئيس نادي شرعي سابق، رئيس مزور، ايا كان من حقه يروح. تمام. عشان نقول للناس كلها ان احنا ورا الفريق. تمام. خالد يبقى انت عرفت ان انا رحت ليه، وانا اعلنت مع الاستاذ مدحت شلبي واقول لكل الناس اللي بيتكلموني في التليفون وفاكرين ما بردش عشان قلت رقمي، والله التليفون باظ، والله العظيم التليفون باظ يا خالد، عشان الناس زعلانه مني بتاعت رسائل. يعني انت معكش فلوس تجيب تليفون جديد يعني؟ وانا في خط جديد جبته بس خايف اقوله. طب ما انت طيب انت كده غيرت الخط اللي قلته. مش موجود لغايه دلوقتي، لا الرقم الثاني موجود. طيب تمام. خالد انا رحت الماتش، سيد مدير امن اسكندريه اللي هو محمد ابراهيم، والسيد حكمدار علي السوكي كان هو كده طبعا مدير بحث جديد وانا اعرفه، والسيد ناصر اللي هو ناصر عبده مدير مباحث، طلبوا مني طلب ان انا اقعد في مكان بعيد عن الاستاذ ممدوح عباس والمجموعه اللي معاه. تمام. خاصة انا رحت الاول يعني. انا مش رايح ابرجل العيال، يعني لا انا اصل الزمالك بيقعد هنا وانا اقعد هنا، فانا طبعا وافقت وقعدت في وسط كوكبه من الشخصيات المحترمه من اعضاء مجلس اداره نادي سموحه. اخي ممدوح طبعا مش عايز اقول لك طبعا كل التقارير جات لك استقبال اسطوري من جماهير الزمالك المحترمه المرتضى منصور. انا فوجئت يا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، هو جمهور الزمالك شجعك اول ما دخلت، والالتراس يعني زي ما بيقولوا كده شتم. لا انا ما سمعتش حد شتم يعني. أوه. انا دي الاخبار اللي جات لي. انا ما سمعتش حد شتمني، لان اللي يشتم رئيس النادي التابع والحالي يبقى قليل الادب. ما اعتقدش ان شباب الالتراس ولاد الادب. لانه الالتراس يشتم اللي قال عليهم في كره الملاعب الاسبوع اللي قبل اللي فات تاني بقول عند محمد جبله الراجل المحترم انهم مرتشين وبسندوتش، قال لك هم بيهاجموني ليه؟ ده انا ببعت لهم سندوتشات وزوسات وتيشيرتات دي انا اشتريها لهم. اعتقد لو شتموا يبقى شتموا اللي قالهم وقال عليهم مرتشين، وانا حتى طلعت رديت قلت لا يا ليك ولا يصح ان انا اقول على حد في جمهور الزمالك حتى لو بنتقد مرتضى انه مرتشي. قبل ما اخليك تكمل بس عشان عايز اخش في صلب القضيه. سياده المستشار حضرتك قلت او بعت مذكره. لا كمل بس اللي جاي. اتفضل. بس انا اقول لك واحده واحده. اتفضل. اصل مفيش احداث بس ونبقى عشان انا عايزك يعني نخش في المواضيع المهمه اللي هي يا استاذ خالد عشان تعرف ليه الاخ شيكابالا عمل كده. تمام. اللي حصل بالظبط انه الاخ ممدوح عباس واذا كان مراقب المباراه، وانا قلت للاستاذ سمير زاهر تليفونيا وتلفزيونيا، اذا كان سمير زاهر مراقب المباراه ما كتبش ان ممدوح عباس دخلوا معاه 16 بودي جارد من الملعب جوه الاستاد واللعيبه بتلعب والماتش بدا، لا يصح ان يكون هذا الاتحاد موجود. تمام. خلاص هما ليه دخلوا من الملعب من الاستاد؟ عشان انا يفوتوا عليا انا. تمام. هذه الاستفزازات بدايه انا ما خدتش بيها برضه عشان جماهير الزمالك المحترمه والولاد تلعب واليوم يعدي على خير. تمام. حضرتك هات الشروق بتاع امبارح ومصر يوم بتاع امبارح الطبعه الثانيه والثالثه اللي غطت المباراه، هتلاقي الاستاذ ممدوح داخل وال16 بودي جارد فتوات وراه مرصوصين جنبه والماتش شغال. خلاص. الاخ شيكابالا طبعا شفت مستواه في الملعب كان سيء. لا بس هو بس سؤال، هو ايه علاقه اتحاد الكوره بان في ممدوح عباس داخل في المدرجات ومعاه 16 واحد؟ ايه العلاقه؟ فرق بين المدرجات، بيقول لك دخل من ارض الملعب والماتش شغال. لا ده طبعا ما ينفعش. من جوه الاستاد من ارض الملعب. يعني هل الاستاذ دي يا استاذ مستشار، هل الاستاذ ممدوح عباس وصل بعد بدايه المباراه؟
وصل بعد بدايه المباراه ودخل التراك يعني دخل التراك مع المجموع طلع من خلال التراك بالظبط من التراك كده وابتدى وحضرتك شوف الصوره عمال يشاور للجماهير هو نعم ممنوع اي حد يكون متواجد داخل الملعب سواء تراك او مش تراك والماتش شغال لان اذا كان انت بيحدد اللي عندك يعني ده ليه علاقه باتحاد الكوره ولا بالامن اللي سمح لا باتحاد الكوره طبعا لان مراقب يعني المباراه لازم يكون متاكد كاتب الكلام من مثلا 8 في احتياطي مثلا هنا في احتياطي هنا ما يكونش في حد في بس يعني في نوع من ده رئيس النادي برضه يجب ان يسجل لا هو رئيس النادي مثلا ممكن يخش ب 16 بلطجي لا مفيش الكلام ده حتى لو رئيس النادي ما يخشش من ملعب وماتش شغال خلي بالك بس في فرق استاذ مستشار في فرق بين البلطجي وفي فرق بين بادي جارد انا من حقي ممكن اجيب بادي جارد لا انا بقول بلطجي على مسؤوليتي لان دول الذين يعني ده بادي جارد بيشتغلوا عندي وبيحموني ايه المشكله يعني بيحموني مين جرير مش انت بتقول جرير الزمالك بتشتمني انا يا خالد ما هو في فنانين بيجيبوا بادي جارد يا استاذ مسات المستشار احنا عايزين نشوف الظاهره دي يا استاذ خالد ظاهره البلطجيه اللي بيمشوا مع الفنانين وبعض رجال الاعمال هل دي من باب المنظره يبقى ما تتكلموش بقى عن الارهاب وعن العنف في مصر المهم تمام اتفضل انا قبلها بيوم كنت مع الاستاذ مدحت شلبي وقلت شيكابالا احسن لاعب في مصر واسوا لاعب في مصر الناحيه الاخلاقيه. شيكابالا رحله هروب بقى له 5 سنين وخاين وبيسافر ويجي قلت له ركز يا شيكابالا انا نفسي اشوفك بكره بتجيب جونين في سموحه. انك انت في النهايه زي احمد وامين خلاص؟ الاستاذ طبعا كان اسوا واحد في الملعب متعمدا تاني بقول اهو بقى تاني يعني عايز كل الزمالكاويه تتفرجوا على الماتش تاني هو ولاعب تاني كان بيعمل شقلبازات متعمدا خلاص؟ انا عايز الزملكاويه المحترمين يشوفوا الماتش تاني اللي كان حد مسجله وتعبيرات وش الاستاذ ممدوح كل ما الزمالك يجيب جول انا بس من عارف الكاميرا كانت بتيجي عليه انا شفتها بعد ما جيت شوف تعبيرات وشه كان سعيد ولا حزين كل الزمالك ما بيجيب جول استاذ خالد الخطه اللي كانت معموله انه الزمالك يخسر فيقوم الجماهير يقول مرتضى منصور اللي خرب النادي ان مرتضى منصور هو اللي دمر دي كويس انا جاي الصوره هي ان هم الاخوه بعد كل جول المهم الاخ شيكابالا بعد ما غير لقيته جاي ناحيتي وبيقول لي اللي هي اللقطه الوحيده اللي جت في التلفزيون بيقول لي ما تبغبغش كتير اللي هي الحركه بتاعت البق دي فكان قاعد جنبي نائب رئيس نادي سموحه وكان في الوضع عبد الهادي وكان في مجدي كان في ناس كتير قاعدين تمام فانا لاحظت ان القصه من بدايه البلطجيه اللي داخل الملعب ان انا بقى انا المطلوب تمام وراح جاري على الاستاذ ممدوح عباس قال للناس سقفوا له هو. طبعا يا خالد عندما يختار واسامه خليل كاتب الكلام ده قبل كده. فرنان الفرسان قال لك ممدوح عباس بيلعب بالنار لما ايمن عبد العزيز وخالق واسمه شيكابالا وكان جمال حمزه بيروحوا معاه مؤتمراته عشان الانتخابات لو نجح هم هيبقوا رئيس مجلس الاداره. فقال له كده ابعد اللعيبه عن الصراع الانتخابي يا ممدوح انا فاكر وانا فاكر المقاله اللي كاتبها اللي احنا بنشوفه ده بقى نتيجه اللي هو عمله حصل ايه بقى بعد ما عمل كده الاخ ابراهيم جه شده وداه بعد ما قعد رجعني تاني عمل لي على رقبته كده لو اتكلمت تاني هتضحك ده انا رئيس النادي بقى السابق الحالي الشرعي اي قدام الناس كلها يا سياده المستشار قدام الناس كلها يعني اللي قاعدين في المقصوره شافوا كل ده وحضرتك واللي في الامن انا سيبني اكمل طيب طب اتفضل بعد كده حط يعني شاور على انا اسف يعني مكان في جسمه كده وقال لي انت على المكان ده وتلفظ انت عارف طبعا مقصوره اسكندريه بينها وبين التراك مفيش متر تمام خلاص وتلفظ بالفاظ بذيئه وبعدين ما عرفش معاك اللي نفسه ولا حاجه كانت فيه كده راح دافع عليها ورميها حتى جت على النائب رئيس نادي اتحاد سموحه اللي حصل بالظبط انه الـ 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 كل هذا التصرف كان مدبر وغير طبيعي ومش جاي صدفه واقول لك ليه مش جاي صدفه